من بداية العدوان على غزة انتقل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إسرائيل أكثر من مرة. إسرائيل بير ترور دولتيدر. بس بقيت انتقاداته من دون أي خطوات عملية. بالعكس استغلت تركيا العدوان لتحسن علاقاتها مع دولة الاحتلال. مع تزايد هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر تحولت تركيا لمنقذ لإسرائيل. قطعت الهجمات الحوثية تدفق النفط من الخليج لشرق المتوسط، وصار استيراد النفط الخليجي أغلى بسبب مروره بطرق بديلة أطول، فكانت تركيا مصدر النفط البديل الأقرب والأرخص. ارتفعت صادرات تركيا لإسرائيل من 319 مليون دولار بتشرين الثاني الماضي ل 430 مليون دولار بكانون الأول. المعارضة التركية وخصوصا الإسلامية كانت أول مين اعترض على هالدور اللي لعبته تركيا. Emin olun bu Arap topraklarını satmaktan çok daha ağır bir suçtur. Hiçbir karış Mescid-i Aksa'nın bir metrekare toprağı, bir karış toprağı milyarlarca dolarla karşılanmayacak kadar büyüktür. أما على المستوى السياسي، شددت خطابات إردوغان بعد 7 أكتوبر على تحويل العدوان لحرب ثقافية أو دينية مش سياسية. سميها حرب الصليب ضد الهلال. Siz yeniden bir hilal haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz? تهرب إردوغان من الإدانة المباشرة لإسرائيل من خلال مزايدة بشعارات شعبوية دينية. أكان كان مسلمان كان دون için. وبتشرين الثاني قدم إردوغان طرحه لمستقبل غزة بعد الحرب. هيكل أمن جديد كبديل عن حكم حماس بالقطاع مع وجود ضامنين دوليين بيناتهم تركيا. ما بيتعارض هالطرح مع الخطط الإسرائيلية. الفرق هو وجود تركيا كطرف ضامن. وهالشي بيزيد من القوة التفاوضية التركية بوجه إسرائيل بالملفات العالقة بيناتهم. لنفهم طبيعة المصالح اللي بتحرك إردوغان لما يتعامل مع الملف الإسرائيلي لازم نرجع لشو كان عم بيصير مباشرة قبل عملية طوفان الأقصى. حلم إردوغان التاريخي أنه يحول تركيا لمركز لإعادة توزيع مصادر الطاقة وخصوصاً الغاز، يعني استيرادها وإعادة تصديرها. وهالحلم نابع من موقع تركيا الجغرافي. تركيا بتتوسط أهم مستهلكي الطاقة بدول أوروبا الصناعية وأهم منتجي النفط والغاز بالكوكاز، الخليج وشرق المتوسط ومنهم إسرائيل. قبل عملية 7 أكتوبر بأيام أعلن إردوغان عن زيارة قريبة لنتنياهو لتركيا. كان هدف إردوغان من الزيارة يقنع نتنياهو إنه يصير الغاز الإسرائيلي جزء من الغاز اللي عم تستورده تركيا وتعيد تصديره لأوروبا عبر الأنابيب. بيتكامل هالطموح مع مشاريع تركية تانية بتصب بنفس الاتجاه، مثل التعاون مع بوتين لاستيراد الغاز الروسي لتركيا وإعادة تصديره، وزيادة كميات الغاز اللي عم تستورده تركيا من الكوكاز لإعادة تصديره، إضافة لتطوير حقول الغاز التركية. بالمقابل تملك إسرائيل عدة خيارات منافسة للطموحات التركية، مثل توريد الغاز الإسرائيلي عبر أنابيب باتجاه قبرص، أو زيادة الكميات اللي عم تصدرها بالأنابيب لمصر، أو طبعاً مشروع الممر الاقتصادي اللي حيحط إسرائيل على طريق تجاري بين السعودية الإمارات وأوروبا. This is an extraordinary change, a monumental change. ترافق البحث عن مصالح تركية بحرب غزة مع تحولات بالسياسة الخارجية التركية، وخصوصاً بموضوع العلاقة مع الإخوان المسلمين العائلة الإيديولوجية لحركة حماس. تراجع إردوغان عن مواقفه السابقة من الانقلاب العسكري اللي قاده عبد الفتاح السيسي بمصر، وفتح بزيارته لمصر من أسبوعين باب التعاون الاقتصادي الاستراتيجي. وبهالإطار سحب الجنسية التركية من عشرات القياديين بتنظيم الإخوان المسلمين، من بينهم القائم بأعمال المرشد العام محمود حسين. بانتظار نهاية العدوان، التفاوض على مستقبل غزة هو أهم ورقة بتملكها كل قوة إقليمية بالمنطقة. إردوغان عم يستعمل هالورقة ليساوم مع الكل، إسرائيل والولايات المتحدة والدول العربية، مثل ما ساوم بكل الملفات الثانية، من الحرب الأوكرانية للثورة السورية لانضمام السويد للناتو.